بدأت وزارة الأوقاف في تجهيز وتعبئة لحوم الأضاحي بمجزر البساتين تحت إشراف عدد من قيادات الوزارة وبالتعاون مع الأطباء البيطريين استعدادا لانطلاق مرحلة التوزيع على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية. من جانبه أكد دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة سوف تبدأ من الغد توزيع أول 80 طن لحوم من صكوك الأضاحي على مستوى محافظات الجمهورية. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مجزر البساتين موفد أخبار مصر وليد هيكل. وليد، صف لنا جهود وزارة الأوقاف في ملف صكوك الأضاحي والاستعدادات النهائية لمراحل التوزيع. نعم أشرف، متابعونا معكم من مجزر البساتين لعملية تجهيز وتعبئة لحوم صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف المصرية. بالفعل الأضاحي التي تم ذبحها عبر مجزر أبي سمبل بأسوان وتم نقلها عبر المبردات وصولا إلى مجزر البساتين هنا الذي يستعد الآن عملية التجهيز والتعبئة لبدء عملية التوزيع بالفعل من غدا كما ذكر الخبر معك الآن أشرف، والذي تبدأ ب 80 طن لحوم. لكن مزيد عن هذه الجهود يسعدنا أن ينضم معنا الآن الدكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد وأحد المشرفين على مشروع صكوك الأضاحي. دكتور نوح، ماذا عن حصيلة صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف حتى الآن، وكيف هنا في مجزر البساتين تتم عملية التعبئة والتجهيز للحوم لبدء توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية؟ بالفعل يا استاذ وليد، ان وزاره الاوقاف بذلت جهودا حثيثة في مشروع صكوك الاضاحي للعام الخامس على التوالي، فقد بلغت هذه حصيلة هذا العام اكثر من 80 مليون جنيه، ده بس بمديريات حصيلة مديريات الاوقاف فقط، بخلاف رصيد البنوك وهيئة البريد وخدمة فوري. ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ثقة الشعب المصري في مؤسسات الدولة الوطنية وثقته في وزارة الأوقاف. هذه الحصيلة تزيد عن العام الماضي بحوالي 7500 صك بنسبة تعادل 14 مليون جنيه. ده كله طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ثقة الشعب المصري في مؤسسات الدولة الوطنية. أما بالنسبة للذبح، في بحمد الله سبحانه وتعالى تمت عملية الذبح في الوقت المحدد الشرعي لها من بعد صلاة العيد مباشرة حتى آخر أيام التشريق الثلاثة. تمت عمليات الذبح في أسوان بمجزر أبي سمبل، وتأتي هذه بعد ذلك إلى مجزر بساتين بالقاهرة بعربيات مجهزة ومبردات تحافظ على هذه اللحوم. تأتي هنا تدخل في هذا المجزر، بعد ذلك تدخل على عملية الميزان أولا، بعد أن توزن الأضحية تدخل على عملية التشفية، يشفى اللحم من العظم، ثم بعد ذلك على التعبئة وعلى الميزان وعلى التغليف، وبعد ذلك على التخزين، ثم بعد ذلك استعدادا للتوزيع غدا إن شاء الله رب العالمين بـ80 طن بعدة محافظات إن شاء الله رب العالمين. كل الشكر لك دكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد. إذا أشرف، كانت هذه هي متابعة من داخل مجزر البساتين للحوم صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف المصرية. والآن وصلنا الآن أشرف في بيان صادر عن وزارة الأوقاف أن معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أكد على عملية التوزيع غدا الخميس بإذن الله بعدم تصوير المستحقين على مستوى المحافظات أثناء استلامهم اللحوم، فهذه اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية حفاظا على مشاعرهم. إليكم في الأستوديو أشرف. شكرا جزيلا لك وليد هيكل، كنت معنا من مجزر البساتين مباشرة، ولضيفك وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد.